عليك معنا بالاستوديو اليوم الخبير التقني أيمن عيتاني، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. كيفك هلا؟ تمام الحمد لله. خبرنا أكثر عن الصفقة بداية، 44 مليار دولار مبلغ ضخم، فخبرنا أكثر عنه. هلا أنت أوريدي عندك أسئلة براسك، وأنت يعني نحن ما عم نفهمها كثير، لأنه هو الشخص اللي عم نحكي فيه نحن هو طريقة تركيزه مش عالمية، صح، فضائية. يعني هو بيعتبر انه لا، نحن الانسان لازم يكون بلانيتري بينج، لازم يطلع على المريخ ويعيش هناك وكل شيء. هذا نوع تفكيره، وعم يبني شركه وبناها يعني وعم تكبر وهيك. حتى اليوم عم نحكي نحن اوريدي في عنده ناس على الفضاء طالعين، يعني ف يعني شغالين وعنده مردود مالي وعنده يعني شغاله، مش فكره بالهواء، بلشت فكره معه وكبر، عم بيقدر هو يطبق على هالليفل. نحن ما نحلل انا وياك قبل ما نفهمه نحن انه ليش هو هيك صاير فيه. يعني هلا انا اول ما سمعت وهيك طلعت هيك، انه انا انه شو صاير عليك، انه بكره مدري مين بحيلا بلد مدري شو صار وسكروا عليه، حيبعثوا له تويت سايلون ماسك انه ليش سكروا لي عملوا لازم تسكر، لا بلوك دم او ان بلوك دم وفوت الفوت، وانت عندك 3-4 شركات ومرتاح وعندك هذا، بدك تفوت بتفاصيل هيك يعني، فراح يكون فيها 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 وجع راس. بس بعدين فكر فيها شوي اكثر، هو اشترى لانه بيقدر يشتري. تمام، هي اول شيء، هي اول شغله بيقدر يعني ما يعني شو قد حقكم مع بعضكم، اوكي حاعطيكم زياده ويلا خير ماشي هيك. هذا واحد. اثنين، امانه اول ملياردير اشترى، يعني في شيء بين العالم مع كثير مصاري وشركات الاعلام، يعني جيف بيزوس امازون اشترى جريده، ثاني اشترى تايم، يعني في هيدي موجوده. تويتر بعد على اكبر، لانه مش هي جريده انه بموضوع معين ببلد معين، شيء عالمي اكثر. وسبب تاني كمان هو من النوع يلي واضح زعجه تويتر كفنك برودكت، يعني كمنتج، انه ليش ما بقدر اعمل اديت، عم جرب اعمل هيك بدي، يعني هو حابب منتج يكون احسن. نحن الناس العادي هلا عادة شو بنعمل؟ يا ما بنحس، يا بنزعج ومنطنش، يا من او بروح على غير سيرفيس. هو بيطلع هيك انه لا انا بدي ابني، بدي احسن، بشتري وبحسن. تماما، يعني الله يوصلنا للمستوى هذا، اللي فعلا انه نحن ماكسيموم بنغرد من عمل تويت اللي هو انه نحن مو عاجبنا ضيفه هاي الخاصيه او بنروح نكفر بمحل ثاني. تماما، بس يعني هي الفكره انه عن جد شو الغايه من هذا الاستحواذ، لانه هل هو الربح المادي مثلا بالنسبه لإيلون ماسك؟ وكثير عم يتغنى بموضوع حريه التعبير على تويتر ايضا، فكمان شو بيعني هذا الموضوع؟ يعني مثلا الاسئله اللي عم بتدور براسي انه هل مثلا بده يوصل لموضوع مستوى من حرية التعبير يغرد عن أسهم تسلا فترتفع؟ شفنا أصلاً العملات الرقمية كمان بيغرد عنها، فكمان بيلعب بسوق العملات الرقمية، فهل رح نشوف مثلاً هذا؟ أوكي، هلا سؤالك في شقين، أول شق اللي هو المردود المالي، وشق الثاني لحرية التعبير. خلينا نحكي المردود المالي. هو بيقول أنه ما بيهمه مردود مالي، بس هو كأنتربرنور باي ديفولت ما فيفكر غير ما يكون في مردود مالي. يعني في امور بيطنش عنها شوي، او بيعتبرها لونج تيرم، او بيعتبرها ليكون في هيك صوره للمؤسسه، بس هو تفكيره يعني ما في ما يفكر بطريقه ماديه. وحكي كثير انه بركي بنعمل اشتراكات، ندفع مثلا دولار 2 3 10 دولار بتاخذي التيك الازرق وهالامور. من جهه بيحل مشاكل تقنيه اللي هن البوتس والمشاكل فيها، ومن جهه ثانيه في مردود مالي بيكون منه متكل على الدعايات. يعني في يعني اكيد في اتجاهات معينه لمردود ما في مجال. وفي كمان شقتين، حريه التعبير. حريه التعبير هي لإلك شيء، لإلي شيء، لإلو شيء ثاني، بالنطاق العربي شيء، بالنطاق الاجنبي شيء ثاني، يعني بالنطاق الاوروبي شيء ثالث، يعني فكل بلد وكل قاره عندها مفهومها الخاص هو فيه. هلا هو اللي بيقوله هو بيعتبر انه كل الناس بحق لها تحكي اللي بدها تحكي فيه ضمن نطاق القانون، اي قانون، قانون الامريكاني، القانون الاوروبي، قانون هذا. يعني هون اليوم غرد هاي التغريدة يعني من على هذا الموضوع، انه فعلا انه ضمن نطاق القانون، مشان الناس ما تفهم انه حرية التعبير المطلقة قانونية. بالضبط، صح، هو اي اساس وانا افتكر شو صار عليك، لانه حتصير توقف بمحلات انه بدك تقرر وكيف وتاخذ موقف وتعمل وهيك. يعني ف هلا بحرية التعبير، هلا هو على تويتر الناس ما عم تأثر يعني بتعبيره، يعني مش انه يعني في حدا مش عم بيأثر الموضوع. بس هلا هون في هو طريق، عنده طريقة تفكير بيقول لك انا بدي خلي الناس تقدر تحكي مثل ما بدها. هلا عن تسلا هو عم بيحكي بده عن تسلا، بس مشكلته ما عم تكون ما عم يقدر يعبر بتسلا، يعني حتى لو اشترى بيقدر. هو مشكلته كان مع مؤسسة اللي اسمها SEC، اللي هي من شان الستوكس بالعالم، شو بيحق لك تحكي، شو بيحق لك تحكي وتعمل، يعني بتأثر على 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 الشركه وهيك. فحتى لو هو مالك تويتر ما في يحكي
بدي اياه هو هلا عن جديد خلص مشاكله مع الاس سي وضح وهيك يعني فبعضهم ما كثير صحيح كثير احسن مع اصحابه بالضبط يعني. على موضوع المردود المالي والمستخدمين مثلا هلا من المتوقع انه مثل في مفهوم خاطئ حول استحواذ ايلون ماسك على تويتر انه هو اشترى الموضوع بس هو في قرض اكثر من قرض حتى اخذه لحتى يتم الاستحواذ هلا هو هلا بعد اليوم منه ملكه بس كان عنده يعني عائق كبير هني ما بده البورد ما كان بده يبيع صحيح اوكي هلا البورد قال بده يبيع فهلا هذا العائق الكبير خلص هذا اكيد في بعدين بده يكون في انه يدفع مصاري في اكيد في رابطه مضى في تفاصيل كثير بنشتغل فيها بدها كم شهر وبدها تنحل هلا هو بال 43 مليار يعني 3 4 مليار مش مشكله يعني هذه مش مهمتنا هلا يعني قصه منيح منه من 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 نسريته الخاصه فيها وقسم ثاني يلي هو من غير مؤسسات اللي هن مستعده تعطيه مصاري لانه هو ايلون ماسك وفي وراء ناس ومصاري وكل شيء يعني وهو اصلا يعني شوي ضغط على البورد تبع تويتر انه زلمه جدي يعني فرجيهم بكل تفاصيل المصاري من وين جاي وشو حيعملوا وكل شيء يعني في بلان كامل وما كان في غير ناس اللي كانوا يعني كان في حكي كثير غير مؤسسات تجي تشتري وتعمل وهيك فهون كان اكثر واحد جدي وموجود وحاضره وخلص يعني ظرف 20 يوم انبتت يعني شو هاد ديل يعني تماما حتى شفنا تغريده انه في ناس كاتبين انه ليش يعني ايلون ماسك باسبوعين حصل على كل الموافقات خلينا نقول من البنوك وهون عندنا بالاسواق الناشئه بمنطقتنا مثلا الشركات الناشئه بتعاني مثلا هلا لو مايك انت بظهرك تترى شركات وكل شركه ب 40 مليار لحالها يعني انه البنوك بتعطيك بسرعه ما في مشكله يعني بالضبط بس هي الفكره كمان انه صار في ضغط يمكن هلا على شركه تويتر انه تحصل ارباح لانه صار في قروض من البنوك هلا شركة تويتر اذا بقياده ايلون ماسك مؤسسه كومبليتلي تاني مثل حيلا شركه صغيره او كبيره بيجي اداره جديده كله حيتغير يعني المنتج حيتغير وحتى يعني طريقه الاداره حتتغير وانا برايي في كثير من الموظفين ما حيضلوا بالمؤسسه صحيح. في شيء هني ما حيكونوا مرتاحين ويتركوا في شيء هو ما حيكون هو الاداره الجديده ما حيكونوا مرتاحين لانه يعني هو بحيلا مؤسسه بتشوفي انت مع الوقت بضل في الناس من المؤسسه اللي هن بيتبعوا هالقياده وهالطريقه الشغل لما تيجي قياده جديده في كثير ناس ما بتضلها وخاصه بكلتشر تويتر اللي هو بيجي من هو الجاك المؤسس طريقه تفكيره كثير غير وعالميه وطريقته غير وانسان ثاني على ليفل كثير ثاني فالناس كثير بتحب الموظفين بيحبوا هالطريقه التفكير هيك يمكن ما يحبوا طريقه الماسك وبيلاقوا غير يعني بيلاقوا غير الشغل حيتركوا وهو كمان طريقته حتكون كمان غير الناس ما حترتاح مثل حيالنا مؤسسة صغيرة أو كبيرة فحيكون في هيدي النفطة كمان يلي حتأثر بس المنتج بس كله حيتحسن المنتج حيتحسن مردود المال حيتحسن هو ناوي يحط كم شغلة قلبه يشتغل عليهم حيكتب أول شيء الأدت بوتن كلاتنا نحن ناطرينه يعني زر التعديل كلاتنا بانتظاره فهذا بس يعني ما بتصور أنا قبل سنتين لنحس بالفرق كثير يعني من هون لست شهور يعني خلينا نقول ست شهور بعد الاستحواذ هنبلش نحس بالبوادر وهيك لانه خاصه تويتر اصلا صار لفتره اخر سنتين صح على طريق غير عن قبل هيك يعني هلا بيجوا ايلون بينفضل شفنا العديد حاولوا كثير بفيتشرز جديده ولكن يمكن ما لقت صدى كثير كبير بالفتره الاخيره هلا من احد الشغلات اللي كثير في ناس كمان عم تتساءل عنها موضوع هذا تحويل الشركه من عامه الى خاصه شو بيعني هذا الموضوع شو بيعني حتى للمساهمين والمستخدمين هلا هو حيكون مالك اساسي بس كمان ما في يكون هو المستثمر الوحيد هو حيكون الكبير اكبر واحد بس ما في هن بطريقه المؤسسات الامريكيه خاصه الموجوده بابليك مؤسسات على السوق العام اللي موجود بامريكا ما في يكون شخص واحد بده يكون في عدد في بالقانون في عدد معين لازم يكون في على القليله هالعدد يكون موجود وهو قال ايلون انا حافتح الابواب للكل اللي حابب يضل اهلا وسهلا ما حابب يضل متفقين على المصاري بيتحاسبوا وبيمشوا يعني وفي ناس ما بيهمها تويتر بيهمها طلع مصاري انا شير ستوكس بدي بيعه وهذا منيح 30 40 50% زياده بيعه بيشتري والله وفقك شو بتعمل فيها انا ما فرقني معي فالناس اللي ما مهتمه كثير حد بيع الناس مهتمه رح تضل وهو قال لك انا بيهمني وعندي بلان وعندي ماشي وبيحب يضل يعني فحيضل هو القسم الكبير منه بس حيكون في غير مستثمرين بس كلها بقيته باتجاهه يعني حتى السي او تبع تويتر موجود اليوم هو جمع كل الموظفين عم بيحكيهم في كثير من الاسئله سالوه قال لهم انا ما بعرف هلا بدنا نسال الاداره الجديده يعني هو اكيد عنده رايه وعنده اتجاهه بس بده يشوف المدير الجديد وين بده ياخذ المؤسسه لحتى نغير شو البريورتيز الاولويات اللي بنشتغل عليها
طبعا، ويعني هذا الموضوع مهم جدا. هل تتوقع انه تطلع منصه منافسه لتويتر بعد كل هاللي عم بيصير؟ هلا المنصات المنافسه هن قويه يعني اوريدي، تيك توك كثير قويه وسناب شات عم تعمل شغل يلي ما كان موجود قبل هلا، يعني عم تعمل دوره، وعائله فيسبوك وانستغرام وغيرها كمان يعني بالريلز ويوتيوب شورتس عم يعمل كثير منيح يعني اوريدي في بالكبار موجودين. في هلا تويتر الى ناسا والى نوعه وهي إلا طريقتها يعني، فهي النفط الجديدة حتيجي حتعمل لها نقلة نوعية. بس أنا عندي هيك سؤال كنت هيك بيني بين حالي، إنه هو عم يحط بالأربعين مليار بشي بيعتبر هو ويب 2 أسيت، اللي هو بيعتبر من الويب 2.0 اللي هو بأول الإعلام الاجتماعي من نعتبره من 2006 لهلا. في الويب 3 بيجي بعدين اللي هو بنحكي فيه بلوك تشين ميتافيرس كريبتو كل هال NFT كله هذا يعتبر ويب 3. وكثير مؤسسات الكبيره العالميه عم تحط فلوس كثير كبيره من فيسبوك لمايكروسوفت لغيرها، لانه بيعتبروا الويب 3 من هون 10 12 سنه هو بيجي دور ثاني. فانا عم شوف هون انه عم يحط فلوس اليوم كبير بويب 2 اللي بيعتبر انه في شيء وراه بعده يعني، ففي كوشن مارك هناك. بس اليوم بس على قليل بالويب 3 بالويب 2 عم يعمله هو بيقدر اليوم يحرك ويب 3 عم يحطوا مصاري ل بعدين لسه لبعدين يشوفوا شو عم بيصير قبل 2026 27 ما حيكون في شيء يعني. فهوني كمان فيها وجهة نظر، بس الكميه ارزينه يعني، المبلغ ضخم جدا. ولكن كمان في ناس عم تتساءل انه ايلون ماسك قادر انه يشتري نقدا، فليش انه قرر انه ياخذ جزء منه قروض من البنك مثلا؟ هل سياسه ماليه هو عم بيتبع؟ هلا هو اصلا عم يحط 30 مليار من جيبته يعني، هو اوريدي هذا رقم كثير كبير. وعاده في كثير فاوندرز مؤسسين يعني رواد الاعمال حتى لو معهم بيحطوا اسم صغير ليفرجوا انه هني حاطين مصاري، بس بياخذوا مصاري من غير مؤسسات، لانه بدهم مصاري اكثر وبدهم يكبروا النتورك اللي هم فيها، يكون ناس لها ادوار اكثر، ناس اللي حاطين معهم مصاري له مصلحه يوقفوا معه ويساعدوا على لا يكبروا ويأسسوا. وهو قانونيا كمان كمؤسسه بابليك يعني مضطر يكون عنده يعني ما في يكون هو إيلون ماسك، غير إذا شيلة من عن الناس تفك، هذا غير موضوع. أتوقع ما يعني ما نحكى فيه يعني. بالضبط. هل كمان من أحد الأسئلة اللي موجودة إنه موضوع نحن متعودين إنه بتعلن تويتر عن الأرباح وغيره، هل ممكن يصير في تحفظ على هذا الموضوع بعد ما ما بصير بحق اللون هلأ صارت هلأ هي خاصة يعني تغير الناس يلي ملكتها تماما، بس هي بعدها مؤسسة يعني بالمنتخب العام يعني مجبورين إن كل ثلاث شهور إنه يكون في، ما عارف إذا هلأ بيعطون شيء مؤقت بأول وقت أو الكورت، لأنه هو المفروض يوم الخميس يتم الإعلان تويتر عن الأرباح. هلأ هني أصلا مجبورين، هلأ هو إيلون ماسك بعده على الشط، بعده ما فتح بحر يعني، بعده يعني بعده على بعيد هيك يعني، بعده عميل مصبهي وعميل مصبهي يعني، بعده سوي جاهز 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 المي بس بعد يعني. فالأرباح هلأ وحتى بعد ثلاثة شهور أكيد هو ما له دور فيه يعني. هل تتوقع يتراجع عن هذا القرار؟ طبعا في مبلغ ضخم لازم يدفعه يرجع عن تويتر؟ لا خلص. ما هو أصلا كيف مين كسر السوشيال ميديا؟ هو كسر الدنيا لياخدها يعني، يعني كسر عالم البزنس وعالم الإعلام وعالم السوشيال ميديا لياخدها خلص. مدن شيء قتل يعني بصراحة، فصارت له هيك هو عنده بلان كبير فيها هيك يعني. بدنا سنتين أنت شخصيا عندك تحفظ مثلا على هذا الموضوع؟ هل ممكن في شيء مثلا؟ لحالك أنا شخصيا مع تويتر علاقتي يعني، انا من اول طلعت على السوشيال ميديا كنت على تويتر من زمان كثير، وانا لما خلقت بنتي كمان يعني كمان عملت لها اكونت تويتر، لانه انا كنت عايشه كثير بهالفتره. حسيت مع فتره تويتر رجع خف الاهتمام فيه كمنتج وهيك، وانا شوي بعدت عنه. بس باخر سنتين حسيت في روح جديده بتويتر كمنتج وصرت عم استعمله اكثر وصرت عم تابع اكثر فيه وهيك، كثير رجعت له وارتحت له. وهلا بعتبر بالاداره جديده وهو عم بنقع كم شغله كمنتج، عم برتاح اكثر انه هذا خلص يعني. انا بعتبر هذا حيكون تويتر الركز وماكن ولح أقضي وقت أكتر عليه ولح أكون عليه أكتر موجود فيه. وكمان هذا التحفظ الوحيد مثل قلت لك إنه ككونسبت اليوم يعني مصاري كتير كبير بويب 2 أسد versus ويب 3 أسد، بس هذا هون يعني بس بس على القليل اللي بيعرف هو اليوم عنده 4-5 سنين عم يتكتك على رواقه مشتغل بإيده بيعرف نتيجته، هوديك فيها هيك بكب لقدام. تماما، شكرا كتير أيمن، يعني جاوبت على كل الأسئلة اللي ببالي وبابي. شكرا كتير لإلك، شكرا.